السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: مليون عراقي من دون أوراق ثبوتية يعانون من جحيم الحياة اليومية. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة دكتور ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عبر الهاتف من النمسا. وبإمكان حضراتكم أيضا أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، أو من خلال خدمة الواتساب عن طريق الرقم المخصص لها، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. أعلنت الأمم المتحدة في إحصائية نشرتها عن وجود نحو مليون عراقي لا يملكون أوراقا ثبوتية في الأقل، وهو ما يقود إلى مفاقمة معاناتهم، خاصة وأن غالبيتهم من النازحين. ويقود غياب الوثائق الرسمية إلى حرمان هؤلاء العراقيين من حقوقهم في الحصول على تعليم، صحة، خدمات اجتماعية، بالإضافة إلى تفاقم معاناتهم أثناء تنقلهم بين مدينة وأخرى، كما أنهم يعانون من الإهمال الحكومي. فلماذا يترك هذا العدد من دون وثائق رسمية؟ وما الهدف من إهمال مليون عراقي بهذه الطريقة من قبل الحكومة؟ وهل هناك أهداف تقف خلف ترك العراقيين بلا وثائق؟ ثم كيف يمكن حماية هؤلاء العراقيين من الأخطار المحيطة بهم، وممن يمكن أن يستغل هذا الظرف عن طريق زجهم في قضايا لا شأن لهم بها، إن كانت أمنية أو سياسية؟ وأيضا متى ستنتهي هذه البيروقراطية وهذا التعقيد داخل الدوائر الحكومية التي هي على تماس مباشر مع المواطن العراقي؟ مشاهدينا، جهزنا لحضراتكم هذا التقرير الجرافيك، نتابعه سريعا ثم نعود. مشاهدينا الكرام، الآن نرحب بضيفنا دكتور ضياء الشمري، أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، معنا عبر الهاتف من النمسا. حياكم الله. حياكم الله وتحياتي. بس تصليح، أنا ليست بدكتور وإنما أحمل شهادة الماجستير وخريج النمسا. إن شاء الله تأخذ الدكتوراه دكتور أو أستاذ ضياء. أستاذ ضياء، بداية، ما دلالات وجود نحو 100 عراقي، أو عفوا مليون عراقي، بلا أوراق ثبوتية؟ على الأقل هناك نقص ورقة رسمية ثبوتية بالنسبة لهؤلاء بحسب الأمم المتحدة. حقيقة هو هذا الأمر أمر سياسي وأمر تعسفي من جهة الحكومة. يعني الحكومة تريد هذه الشريحة من المجتمع العراقي اللي هم عدد نفوسهم مليون، لا يحصلون على التعليم ولا يحصلون على الصحة ولا على التعيين ولا على أي جهة رسمية تقبلهم كمواطنين، إذا كان الجيش أو شرطة أو أمن حتى يسلكون كمواطن عراقي يعيش. إذا هناك حرمان هذه المجموعة عملية سياسية متقصدة. أخي لو ترجع إلى المخيمات الموجودين بها هؤلاء، أنه تلقاهم من منطقة عراقية ومن شريحة مجتمع عراقي معين وليست كل الشعب العراقي. حقيقة هنالك منح الجنسية العراقية بدون أي شروط. أنا لحد الآن إحنا لا نفهم كمنظمات حقوقية، لا نفهم لماذا لا تمنحون أهل البلد بالجنسية العراقية، أو هم حاملين الجنسية مو تعطوهم الوثائق الرسمية التي تثبت شرعيتهم كعراقيين موجودين. نعم. حتى يقدر يباشر بحياته الاجتماعيه وحياه لانها تعرف فيها طلاق وبها زواج. هاي الوثائق الرسميه مهمه جدا. نعم. حتى بالحالات العاديه للمواطن، تنقله باي شيء.
طبعا هم ايضا هم بالنسبه لهذا العدد من العراقيين هم محرومون من الحصول على تعليم، ابنائهم اطفالهم محرومون من الحصول على صحه، لا يدخلون ضمن قانون الرعايه الاجتماعيه وبالتالي لا يحصلون على مخصصات ماليه، يعانون خلال تنقلهم من السيطرات الامنيه او نقاط التفتيش التابعه للحكومه او التابعه للميليشيات، لانهم يعني يتهمون اتهامات لا صله لهم بها، مثلا داعش على سبيل المثال احدى التهم التي تلصق بهكذا نوع من العراقيين يفتقدون للوثائق، كيف يمكن ان يعني يتم حمايتهم من هذه التضييقات الامنيه او هذه المعاناه المستمره خلال التنقل؟ هي المشكله توقع على الحكومه العراقيه، هنالك مؤسسات إرهابية موجودة لربما تكسب هؤلاء الناس بحجة أنتم غير موجودين، أنتم لازم يعني بحجج أخرى وذرائع أخرى، ولربما أنه ينحرف هذا الشخص لأنه لا يملك، صار له سنين لا يملك الهوية، لا يملك الوثائق الرسمية لإثبات شرعيته. هذه العملية متقصدين فيها، يعني عملية مبرمجة من قبل الأجهزة الدولة ومن قبل الميليشيات التي تضغط على الدولة. احنا لا توجد عندنا طيب ما الفائدة دكتور أستاذ ضياء، ما الفائدة من يعني تعمد حجب الأوراق الرسمية أو عدم إعطاء أو منح أوراق رسمية لهؤلاء العراقيين؟ أولا حتى يدخلوا بالإحصائية العراقية، أنا ذكرت بداية كلامي أنه هذول مجموعة من شريحة معينة من الشعب العراقي. يعني احنا نعرف الشعب العراقي عنده شرائح بالشيعة وبالسنة وبالأكراد وبالتركمان وبالأقليات الأخرى. لكن هذه الشريحة هي متقصدة أنه يحرموهم، مليون شخص، يعني لا تنسى العدد كبير جدا، يعني مليون شخص محرومين من كل هذه الأشياء. إذا العملية سياسية ومدعومة من الجهة ومدعومة من الحكومة، وإيران تتدخل بالموضوع وحتى أخواننا الأكراد يتدخلون في هذا الموضوع، لأن ليست بصالحهم أن تكون هذه المجموعة تدخل. طيب يعني إذا هنا ندخل في جزئية التغيير، في جزئية التغيير الديموغرافي أستاذ ضياء. نعم طبعا هذا التغيير الديموغرافي الموجود، احنا شفنا في جرف الصخر، هسه في هذا جرف الصخر يعني بالمنطقة الغربية من العراق، يعني حقيقة جرف الصخر ما حد يقدر يدخل لها، وفيها مجاميع بشرية دخلت إلى من إيران. والذي يسكن في هذه المنطقة إيرانيين، عند ديالة عندنا مناطق الموصل سكنوا بها إيرانيين، عندنا منطقة السنجار سكنوا بها أكراد من تركيا. هذه حقائق، يعني تبديل. إذن هل إذن هل يراد استبدال العراقيين سكنت هذه المناطق بالإيرانيين على سبيل المثال، خاصة وأنها أكثر الدول التي يمنح لها أو تمنح لها الجنسيات بالنسبة لرعاياها الجنسية العراقية؟ نعم، هي يعني الجنسية العراقية يعني أصبحت يعني بالنسبة للإيرانيين يقدر يأخذها في أي وقت. هو الإيراني حتى الموجودين بالحكومة، أخي حتى الموجودين في الحكومة اللي هسه هم ماسكين دوائر الدولة ودوائر المهمة، هم يحملون الجنسية الإيرانية وبالإضافة إلى وثيقة عراقية وليست الجواز العراقي، لأن جوازه هو فارسي أو جوازه بريطاني أو جوازه من أي دولة أخرى. يعني حقيقة الأمر بالعراق، أنا من قاعد أتحدث بهذا الموضوع، الأمر بالعراق متقصدين، لأنه هذه العدد الكبير من العراقيين بعدم منحهم يعني معناتها عدم مشاركتهم ببناء المجتمع العراقي، ببناء الدولة العراقية. هذا هو المقصود. طيب أعود لحضرتك أستاذ ضياء بعد قليل، نستمع إلى رأي السيد أحمد من ألمانيا. تفضل يا أحمد، حياك الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الفاضل. هذا أسلوب أو طريقة من طرق التغيير الديموغرافي بالعراق، أبناء السنة والجماعة بصراحة من المغضوب عليهم، أو قل من الضالين، يعتبرونهم هؤلاء الأنجاس من يحكم في العراق، سيريدون تغيير ديموغرافية الشعب، تغيير هذه المناطق وإسكان الإيرانيين والأفغان ومن مكون معين من مذهب معين من الشيعة بصورة عامة. طيب يعني ليش يأخذ الكلام هذا المنحة؟ يعني
هو السؤال انه اخي هو الاعلان، هو الاعلان كان عن مليون عراقي تكليفهم الشرعي. نعم نعم هو بس انا قصدي استاذ احمد، استاذ احمد السؤال هو ان الامم المتحده عندما خرجت بهذه الاحصائيه لم تخرج بهذه الاحصائيه وطرحت او ذكرت الجانب الديني او المذهبي، هي كانت تتحدث عن مليون عراقي من دون ورقه رسميه في الاقل، يعانون طبعا من عدم حصولهم على اوراق رسميه. حتى نتكلم بصيغة عامة، بس اسمح لي حتى نتكلم بصيغة عامة بعيدا عن الجزئيات المتعلقة بالطوائف والمذاهب، خلينا نتكلم انه لماذا مليون مواطن عراقي يحرمون من الحصول على وثائق؟ ليش برأيك اخي الكريم؟ انا اقول من خلال قناتكم فد مسألة اريد الجميع يسمعها ويعيها، انه من يشترك في دماء العراقيين هي الامم المتحدة والولايات المتحدة وبريطانيا والغرب بمشاركة آل سعود وإيران، كلهم مشتركين في الدم العراقي. أخي لا تقل لي مواطن عراقي، نحن أرقام، اسمعني جيدا وليسمع وليعي من يعي، نحن أرقام. المسألة الآن السياسة الدولية، نظرة الغرب ونظرة الشرق إلى المنطقة، يجب أن يتغير، هناك يكون تغيير ديموغرافي، يجب أن يكون هناك هلال شيعي، يجب أن يكون العراق دولة بالحسن علي. أنا لا أعلم هل أن أبا الحسن علي يوافقهم طيب على هذا يعني الرأي؟ بس الجزئية، سيد أحمد اسمح لي، بس اسمح لي، نعم العفو. نعم بس اسمح لي، لا لا اسمح لي حضرتك، عندي جزئية تتعلق بطريقة تعامل السلطة مع المواطن العراقي. عندنا مثل ما سمعت أستاذ ضياء الشمري تحدث قبل قليل وقال بأنه سهولة حصول مثلا على سبيل المثال الإيرانيين على الجنسية العراقية، الموضوع سهل جدا، بل حتى قانون الجنسية العراقية قانون حقيقة يعني يجب أن يقف عنده الجميع، أنه يمنح الجنسية بشروط ليست صعبة كما دول كثيرة، بل بالعكس شروط يسيرة لمن يريد الحصول عليها. هنا السؤال أنه لماذا بهذه الطريقة يحصل ناس على الجنسية العراقية في حين أبناء البلد الذين هم أولى وأحق بالحصول على وثائق رسمية بشكل بسيط جدا وسريع لا يستطيعون الحصول على هذه الأوراق دون أن يمروا بتعقيدات كثيرة؟ هذا ما أريد أن أقوله لك أخي الكريم. هناك نقطتين أريد أوضحهم بصورة صحيحة. المولود في العراق أبا عن جد نظرا لأنه من جهة معينة من أبناء البطة السوداء تعقد الأمور بوجوههم، أما الناس الجايين من خارج الحدود ويحملون راية نعم فهم كل شيء ميسر لهم. أخي الكريم المواطن دائما في بلدان العالم الثالث متهم. انا اقترح انه نقتل المواطن لكي يرتاح المسؤولين. طيب انا اشكرك سيد احمد من المانيا، شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت الفكره. معنا السيد ابو عمر من الناصريه، تفضل يا ابو عمر. السلام عليكم عم محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ابو عمر تشرين من الناصريه، حياك الله. طبعا بالنسبه للايرانيين هم صاروا اهل البلد. يعني العراقي مو ابن البلد، يعني العراقي هذا مشكله ما يقدر يحصل جنسيه، بس الايراني الايراني من يجي هنا يستوطن ويستثمر قطع اراضي، كل شيء يستثمرون، ها يعني دول هم اهل البلد. ابو عمر ليش برايك المواطن العراقي لا يستطيع الحصول، او عندنا مليون عراقي لا يستطيعون الحصول على أوراق ثبوتية والحكومة ترفض تمنحهم هذه الأوراق لأنه يعني هم محسوبين على محافظات معينة وتلصق بهم تهم وبالتالي عليهم أن يعانوا؟ ليش الحكومة ما تسهل على هؤلاء العراقيين حصولهم على الأوراق الرسمية؟ دولة بالنسبة عني محمد دولة بالنسبة دولة الزيول، هاي حكومة الزيول. طبعا دولة هم جاي يعقدون الوضع، هم جاي يعقدون يعني عامة متعمدين. نعم. هم يعني اقراب شعب العراقي، وهذا العراقي اصبح مو ما له كل حق. طبعا احنا بالعراق ما عندنا حق عني. نعم. انا جاي حاجيك تشرين للناصرية ابو عمر التشريري. نعم. ماكو حق مواطن عراقي ما له حق هنا، حقوق كلها ضايعه. ليش من وراء هاي الميليشيات؟ شكرا جزيلا سيد ابو عمر من الناصريه، نشكر حضرتك. اعود للاستاذ ضياء الشمري. استاذ ضياء، البيروقراطيه داخل الدوائر الحكوميه في العراق متى وكيف يمكن ان تنتهي؟ حقيقي ما دام هنالك امور تمشي بالمعاملات الرسميه وهي معاملات اعتياديه لا تمشي الا بالرشوه، وهي حقيقه لازم واحد يقولها يعني. نعم. كل الأمور الموجودة في الدوائر الرسمية هي ابتزاز
للمواطن العراقي، والمواطن العراقي اذا كانت حتى مراجعات مال كهرباء او مي او اي شيء لازم يدفع فلوس او اي وثيقه يحتاجها من دوائر المختصه لازم يدفع، كيف اذا كانت الجواز ولا اذا كانت جنسيه. يعني حقيقه الامر يتعلق هي ببناء الدوله العراقيه بعد الاحتلال 2003. بنيت الدوله العراقيه على هذا الاساس، على أساس الرشوة وابتزاز المواطنين، وهذه هي حقيقة. يعني ليست فرق بين هذا من الشمال وهذا من الجنوب. كل الشعب العراقي، أنا من منطقة الديوانية، يعني حقيقة أنا أهلي يقولوا لي إحنا ما نقدر نروح إلى دائرة حتى بالتعليم، يعني حتى في التربية. إذا يريدون ينقلون ابنهم من مدرسة إلى مدرسة يحتاجون الى رشوه او فد واحد من يعينهم بنقل الابن. هذه هي حقائق يعني بالمجتمع العراقي صارت مثل الطبيعيه، يعني الامر طبيعي، امر الرشوه صار طبيعي. والعراقيين استاذ هل عدم حصول هل عدم حصول المواطن العراقي او الانسان العراقي او اي انسان بشكل عام على وثيقه رسميه هل يعد مخالفه لقوانين حقوق الانسان؟ والله هاي كلها المخالفات لحقوق الانسان. حتى المراجعات اخي، اذا تريد واحد اذا يريد يقرا واتفاقيات جنيف كيف معامله الانسان الذي يحتاج الى هذه الوثائق الرسميه. الوثائق الرسميه هي من حق الشرع، المواطن من حق الشرع امتلاك الوثائق الرسميه وبدون تعقيد. لكن هذه المؤسسات الحكوميه تخترق كل الاعراف المتفق عليها دوليا وحتى اتفاقيه جنيف، يعني تنهي عن هذه المشاكل. ولكن يعني ابسط شيء الوثائق، يعني انا اريد ادخل مدرسه ما اقدر، يعني وثيقه اريد ادخل مدرسه، اريد ادخل ابني المدرسه ما اقدر ادخله، اريد اعمل ما اقدر، مسائل صحيه ما عندي. هي هذه هل هي هذا كلها بل هناك نقطه اخرى استاذ ضياء، هل يعقل بان معاملات في داخل دوائر الدوله تعتمد في تسييرها على البطاقة التموينية؟ يعني هل يعقل بأن هناك معاملات في العراق، لا تزال طبعا هي موجودة، لكن هل يعقل بأن دولة تسير معاملات المواطنين عن طريق اعتماد ورقة البطاقة التموينية كشرط من شروط قبول المعاملة؟ يعني إلى أي مستوى من التراجع وصلت إليه الدوائر الحكومية في العراق؟ حقيقة هو سووا هذا القرار الأخير أنه البطاقة التموينية، بس البطاقة التموينية كانوا استعملوها بالنظام السابق القديم. البطاقة التموينية هي جزء من الأوراق المهمة عند الشخص، ولكن بالوقت الحاضر أخي الدولة تجاوزوا كل الحدود، يعني تجاوزوا كل ما هو إلى علاقة بحرية الإنسان، باكتسابه إلى مطالبه الشخصية، تجاوزوا كل هذا الشيء. لا يمنحون الوثيقه اللي يمكن يدخل فيها مدرسه. طيب. لا يمنحون وثيقه حتى يستمر بحياته الاجتماعيه، اذا كان عمل، اذا كانت انتخابات، او اذا كانت كمواطن يعيش في هذا البلد، وانما ياتي اجنبي، مو فقط الايرانيين اخي، ياتون اجانب موجودين من هبه ودب الى العراق، يمنحوهم هذه الوثائق وبصيغه بسيطه. انت شو السبب ما تعطي هذول الموجودين عندك في المخيمات عراقيين واثبات شرعيتهم واثبات عراقيتهم بكل بساطه؟ طيب استاذ ضياء، وزاره التخطيط اعلنت ان عدد سكان العراق بلغ 42 مليون نسمه في اخر احصائيه اجراها الجهاز المركزي للاحصاء في عام 2022. هل الان طالما لدينا نحو مليون عراقي لا يملكون اوراقا ثبوتيه، اذا نقول بان وزاره التخطيط لم تضمن هذا العدد ضمن الاحصاء الذي قامت باجرائه؟ والله الاحصائيه يعني مشكوك بها، وكثير جهات حقوقيه يعني دوليه شككت بهذه الاحصائيه من وزاره التخطيط العراقيه، لانه ما مبنيه على اسس علميه حتى تطلع بنتائج علميه مثبته. هذه حقيقة، احنا قاعد نتحدث على مليون ونصف، على مليون عراقي موجودين بعدم الوثائق، والعدد هو أكبر من هذا، هذا اعتراف الأمم المتحدة. ولكن إذا ترجع الأعداد أكثر من هذه الأعداد الموجودة، واللي ربما يوصل إلى المليونين ومليونين ونصف شخص لا يملكون الوثائق الرسمية في العراق، يعني حقيقة الأمر صعب جدا. وانتزاع هذه الوثيقة من شخص عراقي معناتها وراها نوايا اخرى. وانا قلت يعني التبديل الديمغرافي هو برنامج
يعني مؤهل لتفتيت العراق. طيب جزئية تتعلق بالتعداد السكاني، لماذا لا يجرى تعداد سكاني للعراق؟ ما الذي يمنع؟ العراقيين الموجودين يعني خارج العراق عددهم يعني فوق 4.5 مليون نسمة خارج العراق الموجودين، هاي إحصائية دولية لأنه الموثقة، أنا من أقول الموثقة اللي هم دخلوا إلى بلدان وسجلتهم هاي البلدان هم عراقيين، بس كثير من العراقيين لا يسجلون بالدوائر المختصة حتى تجردهم، إذن هذه الإحصائية قابلة للزيادة وليست قابلة للنقصان. طيب. الحكومة العراقية أو الدوائر المختصة أو وزارة الإحصاء من تسوي إحصائية لازم تحسب هؤلاء العراقيين الموجودين خارج العراق وتحسب العراقيين الموجودين داخل العراق ولم يملك الوثيقة الرسمية وهو عراقي عراقي الأصل. هذه الوثائق، وبعدين احنا عندنا مناطق منطقة الشمالية صعب تحديد السكان الموجودين فيها، جدا صعب، لأنه المشكلة النفوس الموجودة هناك أحوال المدنية الموجودة في الشمال أيضا غير دقيقة، يعني الأمور صعبة جدا كيف يمكن جرد الإحصائية في العراق بهذه الظروف، بالظروف الإرهابية الموجودة، بالظروف الميليشيات الموجودة، يعني راح يتم التزوير بكل بساطة. طيب أعود لحضرتك بعد قليل أستاذ ضياء. مشاهدينا الكرام دعونا نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع أستاذ ضياء الشمري ومع حضراتكم، طبعا ننتظر مشاركاتكم من خلال أرقامنا، ابقوا معنا. هنا بوتقة الحضارة، ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات جمة الآن أصبحت 7000 سنة. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، نكمل الحديث مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم في هذه الحلقة أستاذ ضياء الشمري بشأن إحصائية نشرتها الأمم المتحدة تتحدث عن وجود نحو 1 مليون عراقي لا يملكون أوراقا ثبوتية واحدة في الأقل، وهو طبعا ما يفاقم من معاناتهم ومن حياتهم اليومية ويدخلهم كما وصف في جحيم الحياة اليومية، حيث تستمر معاناتهم بحرمانهم من الحصول على تعليم، على صحة، على رعاية اجتماعية، يعانون من الإهمال الحكومي ويواجهون صعوبات كثيرة من ضمنها صعوبة التنقل ما بين المحافظات عن طريق المخاطر التي يواجهونها بسبب سيطرات التفتيش أو النقاط الأمنية الموجودة ما بين هذه المحافظات، كذلك تعرضهم للتهم المستمرة من قبل الجهات الأمنية عن طريق إلصاق تهمة داعش بهم، أو يعانون بسبب انتماء أحد أفراد هذه الأسرة إلى تنظيم داعش، وبالتالي هي مشاكل مستمرة يعاني منها هؤلاء العراقيون والنازحون، طبعا النازحون بشكل عام في العراق. معنا السيد أبو أحمد من بريطانيا، تفضل يا أبو أحمد حياك الله. السلام عليكم سيد محمد. أولا أشكرك وأحييك لمنع تحول الموضوع إلى الطائفية، وهذا نفسكم الوطني اللي أنا أعتز به. الله يحفظك. هذه واحد. اثنين، أنا بس راح أحكي لك في الرواية حادثة عندي حصلت. نعم. بعدين أدخل على الموضوع، يعني ما أطول الرواية. تفضل. كنت في دمشق سنة 2002 صدفة التقيت مع مسؤول المجلس الأعلى للما يسمى بالمجلس الأعلى مدي في سوريا ولبنان. نعم. فقاعد يتكلم هو، قال إحنا إن شاء الله إذا استلمنا السلطة بالعراق شق واحد باقي بالعراق وباقي بزمن صدام نرجع نحاسبه. فهاي العقلية اللي دخلت العراق وراء 2003 ما دخلوا للعراق حتى يصلحون، ما دخلوا للعراق حتى يبنون،
وإلا أنت عندك وزارة الآن اسمها وزارة الهجرة والمهجرين. هذا واجبها. هذا واجبها تروح على كل النازحين. جريمة أكو نازح في هذا الشتاء، جريمة أكو واحد يشبع بلده وعنده منطقة وعنده بيت هو يسكن به. إضافة إلى أنه مسؤولية هؤلاء، يعني الآن تدري حتى منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان اللي أنا ناشط من سنة 95 تحولت إلى جهات حكومية وتابعة للأحزاب. إذا انتفت الحاجة إليها، يعني أنت من في الجمعية تابعة للحزب أكيد راح تمر بأمر الحزب. فلذلك يجب أن تتحرك وزارة الهجرة والمهجرين والناس الشرفاء بالعراق أنه ينادوا أن هؤلاء جزء من أهلنا، جزء من لحمنا، موجودين في العراق، موجودين تحت الخيام، وهذا الشتاء قارس وبرد، وإضافة إلى عدم امتلاكهم إلى الآي دي، إلى الهوية. هذه جريمة، وجريمة عظمى، يجب أن الجميع يتعقب. كافي أنه هؤلاء اللي ينتقمون، صدقني ترى مو بس ينتقمون من جماعة الجهة الغربية، خل أحكي بهاي الأسلوب، حتى من جماعة الجهة الجنوبية. يعني سيد أبو أحمد، هم ينتقمون من منو؟ من الطفل اللي عمره سنتين الآن اللي ولد بهذه الظروف؟ ينتقمون من السيدة المريضة العاجزة عن 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 تأمين قوت يومها إلها والأطفالها؟ ينتقمون من منو؟ نعم، هي هاي أخلاقهم. هم ينتقمون من جميع العراقيين اللي كانوا باقين بالعراق في زمان صدام. هذه مصيبة، هاي عقلياتهم ترى. طيب على أيتي وكل العراقيين، كل العراقيين هلا 40 مليون هم أجيال جاءت أباهم كانوا في زمن صدام، يعني شنو لازم؟ نعم أحسنت، أنا أيدك بهذا الطرح ومعاك في هذا الطرح، وأشكرك جدا على الموضوع الجميل هذا أخي العزيز. شكرا سيد أبو أحمد من بريطانيا، أشكر حضرتك للمشاركة. أستاذ ضياء، ذكر السيد أبو أحمد من بريطانيا دور وزارة الهجرة والمهجرين، هل دورها شكلي؟ والله أنا أعرف الموظفين يعني بدرجة مدير عام وبدرجة نائب، والتقيت بأحدى الوزراء مالهم، وزارة فيينا. نعم. حقيقة يعني ما عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أريد أتهمهم بأي تهمة أخرى، بس هم لا يملكون القرار السياسي أو القرار الفعلي من أجل إنقاذ هؤلاء. يعني كلهم الموجودين فقط يتقاضون راتب ويمشون معاملات رسمية بصيغة بسيطة، بس يعني حقيقة أنا استغربت من عندهم. يعني وزير ما يقدر يعمل شيء إلى 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 مجموعة معينة من هذه المجاميع، لا يمكن أن يزورهم إلى المخيمات. نعم. ويعرض حاجياتهم، وهو يتكلم عراقي وكلهم يتكلمون عراقيين الموجودين هناك، ممكن الاستفسار منهم أو المدراء العامين أو الأجهزة. أستاذ ضياء يقول لنا شهود عيان نازحون من المخيمات أنه المسؤول يمر من جانب المخيم ولا يتوقف دقيقة واحدة للنظر إلى أحوال الناس. هذه صحيح، هذه حقيقة، هذه نعم. حقيقة ليست الوزير لا يعمل شيء. أنا التقيت بأحد الوزراء هون يعني سابقا، نعم. يعني قبل 3 سنوات 4 سنوات، وكلمت عن هذا الموضوع، يعني ما معقول دولة ما تقدر تحل هذه المشكلة. يعني هل هي هذه مشكلة كبيرة النازحين الموجودين؟ ده يقول لك من كذا منطقة، وإحنا بالعراق يعني يعني العوائل تعرف كل شيء. يعني ممكن والله ما عنده الحل، يعني ما عنده جواب، حتى ولا عنده الاستعداد إنه يزور هذه المناطق المنكوبة ويعرف من هو هاجر من هذه المناطق ويتحرى على الحقيقة. هو عنده أيضا أجهزة ممكن يستفاد منها، ولكن هم انا اقول لك والله بس يتقاضوا الرواتب وقاعدين ببيوتهم ولا في طيب. المنطقه الخضراء وخلاص. استاذ ضياء، وكاله فرانس بريس نشرت تقريرا تضمن ايضا الجزئيه المتعلقه باعداد العراقيين الذين لا يملكون اوراق ثبوتيه. اشار التقرير ايضا الى ان الاجهزه الامنيه في وزاره الداخليه ترفض منح عوائل اوراق ثبوتيه بذريعه ان احد ابناء هذه العوائل كان ينتمي الى تنظيم داعش. السؤال هو، هل الجهات الحكومية وتحديدا الأمنية، وزارة الدفاع والداخلية، لديها القدرة والصلاحيات لمنع عراقيين من الحصول على أوراق ثبوتية لكنها لا تملك القدرة أو الصلاحيات على إعادتهم إلى مناطقهم؟ هي مؤسسة الأحوال المدنية تابعة إلى وزارة الداخلية. طيب العراق هيك هذا الموضوع، يعني ماشي على هذا الأساس، ووزارة الداخلية هي التي تتحكم بهذه الأمور. وإذا كان شخص يعني من تنظيم الدولة الإسلامية أو من تنظيمات من الأحزاب الممنوعة أو عدم العمل بالعراق، هذه الأحزاب أيضا يسحبوا من عندها الجنسية العراقية، وسحبوا كثير
من ناس عراقيين وصلاء، وإذا أذكر لك أسماء راح تستغرب أنه كيف هذا الشخص يسحبه من عند الجنسية. يعني كثير من العوائل شمر معروفين في العراق، من عوائل معروفة يسحبون من عند الجنسية. وهذه موجودة يعني لأسباب ليست أسباب أمنية وإنما أسباب انتقامية من هذه المجموعة البشرية، ليست لأنه مجموعة عربية أصيلة. إذا كانت في الناصرية أو في العمارة أو في بغداد أو حتى في البصرة، هذه العملية قاعد تجري في العراق، والعملية هي انتقامية من هذه المجموعة، وبالإضافة إلى انتقاميتها بهذه المجموعة أنه التبديل الديمغرافي الذي قاعد تبني عليه هذه المؤسسات. عود لحضرتك بعد قليل أستاذ ضياء إذا تسمح لي. نستقبل السيد أبو عمر من بغداد. تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله ضيفك الأستاذ ضياء الشمري، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا يا أبو عمر، تفضل. يا أهلا أستاذ محمد. إحنا هاي الأمر اللي هسه عندنا من خلال برنامجكم وعلى مود الأوراق الثبوتية، هاي المفروض أن دور الحكومة تخلي إلها فتح حل، لأنه هذه إذا بقت هاي الحالة والمواطن العراقي أو سواء إذا كان نازح سواء أي الأمور كانت، إذا كانت خلافات عائلية بين يعني العوائل اللي موجودة عندنا بسبب أنه فقدان الأب، فقدان الأم، فقدان أي الأمور كانت، المفروض الدولة تخلي لهم فد هويات، فد مكانة، فد يعني فد شكل خاص بأنه يثبت بأن دول لهم حقهم بالمجتمع، والمجتمع العراقي يجب أن تكمل هذه الأمور لأن تصبح خطيرة، لأنه هذا الطفل أو من راح يكبر أو من راح يصير عنده عائلة ما يثبت أنه شرعيته أو حقوقه بالدولة أو اسمه. يعني أبو عمر، هو ذنبه أنه صارت بمنطقة عملية عسكرية؟ يعني ذنبه أنه هو يسكن في محافظة أخفقت الحكومة بالدفاع عنها وحمايتها؟ يعني ذنب الناس أنه هم ساكنين في مناطق دمرت بسبب فشل الحكومة وبسبب إخفاق الجهاز الأمني وبسبب التواطؤ في ترك هذه المحافظات تسقط وهذه المدن؟ ليش يعاقب الإنسان العراقي بهذه الطريقة؟ أستاذ محمد، احنا نعرف الحقد الحكومي وحقد سلطة الأحزاب على العراقيين من 2003 لحد الآن نشوفه، خاصة على مناطقنا الغربية، وأن الناس اللي قاعدين يعيشوا سواء بالأنباط وإذا كان بالموصل سواء بجف والصخار، كل هاي الامور يعني ما شافوا من عندهم شيء. يعني عندنا كثير من الناس الحين هسه 8 سنين 10 سنين موجودين وما رجعوا لهذه البيوت وما سووا لهم بلود، وكثير عندنا من السجناء وصلت الى ملايين لحد الان ما طوا عفوا ما طوا انه افراجهم سبب الاعتقالات وسبب انه كانوا مسجونين، فما يعطوهم، لان هاي الامور اللي هي الدلاله على حقد الحكومه وحقدها على شعبه. طيب هذا من ما عنده جهاز، من يكون ما عنده هويه باشر عقبها لا سمح الله توفى او صار في حادث، كيف انه هاي المستشفى طيب انه تعطيله بانه شيء رسمي انه شهاده وفاه لهذا الشخص، من يكون ابن من؟ فهاي تكون امور مجهوله، هاي لازم انه الحكومه ان تثبت له هويته وتثبت له مكانه، لانه سبب هذا هو الدمار هي سلطه الاحزاب. واذا كان اسباب داعش انه من دخل هذه المناطق، لا يجب ان الحكومه ان تخلي له حال وتقدر احترام حقوق الانسان. للاسف احنا ما عندنا حقوق الانسان وما عندنا منظمات انه تتفاهم ويا سلطه الاحزاب، كلها متواطئه بقيادات وزعماء ميليشيات تمنع هاي الامور من احترام المواطن العراقي انه له حقه. يعني حتى البطاقه التموينيه اللي هو حرمته من اختفائه، حرمته من يعني عده شغلات انه له حقه توصل للمواطن، ما توصل من عنده غير 4-5 شغلات. طيب شكرا سيد ابو عمر، حتى لا نتوسع بالفكره نشكر حضرتك للمشاركه. استاذ ضياء، يتساءل كثيرون عن دور المنظمات الحقوقية. نعم، هي توثق ما تراه، هي توثق أرقام، هي توثق حالات، لكن هل لديها دور بمساعدة النازحين أو بمساعدة من لا يملك أوراق ثبوتية كالحالة التي نشاهدها في العراق؟ حقيقة هي لا تملك الصلاحية بإعطاء الوثائق الرسمية للمواطنين العراقيين إذا لم يملك الوثائق الرسمية. نعم، أنا أقصد الجزئية اللي ذكرها أبو عمر، التواصل مع الجهات الرسمية.
التواصل احنا قاعد نتواصل والله مع الجهات اللي نلتقي بهم، بس ما قاعد يعني ما قاعد نشوف اذن صاغيه، يعني يسمعون ولم ينفذون. يعني نقول لهم يعني العمليه احنا عندنا برنامج معين اعطيناهم اياه، كيف ممكن التحري على هذا الشخص وثبوتيته؟ نعم. لانه هناك كثير ناس مفقودين من العراقيين وعدهم اولاد وعدهم يعني وعدهم اولاد، والاولاد لا يملكون الوثائق الرسميه، والمفقود معناته فقد عائلته ايضا، العائله لا تملك الوثائق الرسميه. نعم. هذه الامور ممكن حلها، واعطيناهم البرامج كيف ممكن حلها والتحري من هذا الشخص اذا كان هذا الشخص عراقي وبهذه المنطقه، يعني ما راح يكون يعني جاي من 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 الهواء، يعني ممكن التحري عنه وممكن معرفه الهويه مالته. وهذا البرنامج اللي احنا اعطيناهم اياه، الحكومه العراقيه لا تقوم بهذه العمل. يعني كثير من المؤسسات الحقوقيه دخلت الى العراق وعملت محاضرات كيف التحري والتاكد من 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 اصل هذا، من اصل ما يدعي هذا، حتى اذا كان ابوه مفقود ولا موجود بالوقت الحاضر، يعني لا هو متوفي ولا موجود. لماذا استاذ، لماذا يؤخذ المواطن العراقي من ابناء المحافظات التي استهدفت بالعمليات العسكريه، لماذا يؤخذون بجريره احد اقربائهم، ابوه اخوه ابنه عمه، انتمى الى تنظيم متطرف لا ذنب له هو ولا العائله ولا النساء ولا الاطفال بهذا التصرف، لماذا يؤخذون بجريره او يعاملون بهذه الطريقه؟ نعم، هي هاي العمليه انتقاميه. احنا نتذكر قبل فتره من صارت المعارك في احدى المشاكل في منطقه المقتاديه ونزحوا قرى، والحكومه العراقيه او اجهزه الجيش العراقي قالت للمواطنين احنا ما عندنا الامكانيه بحمايتكم، احنا عندنا الامكانيه بتامين خروجكم من هذه المنطقه. هكذا تدور الحكومه العراقيه. الحكومه العراقيه ليس تتمكن من حماية المواطنين من هذه العصابات الإرهابية الموجودة داخل العراق. العراق بكذا مجاميع من الإرهابية الموجودة. إذا المؤسسات الحقوقية من تعمل برنامج وتبعث هذا البرنامج وحتى ينفذ في العراق، والحكومة العراقية لا تبادر في هذا الشيء، إذا مشاكل الحكومة العراقية ليس لها القرار السياسي باتخاذ هذا الاجراء. طيب، هنا ناتي الى جزئيه استاذ ضياء، الا يجب تدويل هذه القضيه؟ اذا كانت الجهات الرسميه لا تغمض اعينها، يعني كان هناك تقرير لمنظمه هيومن رايتس ووتش تحدثت به عن رسائل قامت بارسالها الى حكومه حيدر العبادي تخبره بان هناك حالات وثقت لتغييب قسري ارتكبتها القوات الحكوميه وميليشيات الحشد، ومع هذا رغم أن الرسائل وصلت إلى أكثر من 9 رسائل إلا أن حكومة العبادي غضت النظر عن الموضوع. إذن عندما ترى هذه المنظمات بأن هذه الحكومة لا تتعاون، هذه الحكومة بالعكس تقف بالضد من تقديم الخدمات للمواطنين، ألا يجب هنا على المنظمات الإنسانية أو الحقوقية الاتجاه إلى المجتمع الدولي، محاولة الضغط باستمرار صوب كشف وفضح تصرفات هذه السلطات؟ حقيقة هذا الأمر موجود، يعني أنت يمكن من فترة طويلة قاعد تلاحظ يعني السياسيين العراقيين لا يمكن مغادرتهم العراق إلا بعض الدول، يعني يروحون للبنان أو سوريا أو إلى إيران، المناطق الحدودية أو حتى السعودية يروحون. هذا الأمر هنالك حصار على الحكومة العراقية، حصار سياسي على الحكومة العراقية، لأنه لا يستجيبون إلى قرارات الدولية، المنظمات الحقوقية وحتى الأمم المتحدة لا يستجيبون حتى القرارات الأمم المتحدة، يعني ضاربين كل شيء أرض الحائط. طبعا هذا اللي حضرتك تفضلت به هسه يكيفوا لهم موضوع جماعة الإطار التنسيقي، يقول لك إيه هذا يؤكد أنه إحنا خاضعين لضغوطات سياسية دولية. لا هاي ما ضغوطات سياسية دولية، هم تابعين إلى مجاميع إرهابية. أكو فرق بيناتهم، هم المسؤولين عنهم، المسؤولين على هذه الميليشيات موجودة مدرجة اسمائهم إرهابيين، والمجاميع على التسميات الموجودة الإرهابية موجودة مثبتة، هذه التسميات الإرهابية. نعم. يعني ليست المجموعة هي إرهابية. نعم. وفيها أشخاص هم إرهابيين.
يعني مدرجة أسماءهم ضمن الإرهابيين. إذا كانوا هم يدعون يا أخي تركوا العراق بحاله وخلصونا خلوا نحكم نفسنا بنفسنا. نعم. يعني هم شنو يعني أنتم يعني مين جابكم؟ يعني نعرف الأمريكان جابوكم. واليوم هم ده يهجمون يعني. اليوم هم ده يهجمون على الأمريكان، هم يقولون أمريكا هي العدو الأول ونحن المقاومة. يعني لا 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 لا, لا أمريكا العدو الأول ولا يحدون الأمريكان، هم لحد الآن هم طلع الشعب هو العدو الأول الظاهر أستاذ ضياء. لا 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 هو يعني حقيقة الشعب لا حول ولا قوة بالله إلا يعني حقيقة الشعب ما عنده كل هذه الأمور. الشعب مضطهد والشعب منهك أموره، الشعب لا توجد تعليم، لا توجد دراسة، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، لا توجد صحة. هل يكترثون لهذه النقاط اللي تفضلت بها أستاذ ضياء؟ هل يهمهم هذا الموضوع أصلا أن الشعب بلا تعليم بلا صحة؟ والله أنا أسأل أي واحد أقول له هذا حرامي يقاتل ومجرم، يهم شيء من راح يكون الشعب مالته؟ هم حرامية ومجرمين وقتلة، يعني هذه الصفة المعروفة عنه. نعم يعني حقيقة احنا نشوف يعني نشوف اللي بالداخل. صحيح احنا مو قريبين من اللي في داخل العراق لانه اللي عايش هذه المأساة الله يكون بعونه، لكن لما نجي ندخل على سبيل المثال الى القنصليات او السفارات الموجودة في دول مختلفة تابعة للعراق، نشوف طريقة تعامل الموظفين، بعض الموظفين حتى نكون امينين بالطرح، بعض الموظفين تعامل لا انساني مع المراجع العراقي، وكان دي يسوي من نية عليها، وكان هو دي يتفضل على المواطن أنه هو دي يقدم له هذه الخدمة. هذه العقلية أستاذي، هذه العقلية من الذي غذاها؟ من الذي نمى هذه العقلية لدرجة أن يصبح الموظف هو السيد والعبد هو الذي يراجع من أجل معاملته؟ حقيقة هاي كلها هي تشمل النظام السياسي الموجود في العراق. النظام السياسي ليست نظام دولة وإنما نظام ميليشياوي، أحزاب، يعني تبادل تجاذبات بين الأحزاب، حتى الأحزاب اللي إحنا نقدر نعتبرها من الغربية أو كذا أيضا بهنالك موجودة، وحتى الأحزاب الكردية مع احترامي لكل الجهات، يعني مع احترامي لكل الجهات. نعم. بس هذه التناغمات الموجودة بين الأحزاب السياسية تبدأ انتقاما على المواطن العراقي، يعني المواطن الذي لا يملك شيء، ليس تابع لهذه الجهة أو تلك الجهة، يعني مواطن عايش يريد يعيش حياته البسيطة بحياة كريمة. نعم. هذا المواطن راح يكون عليه منتقم عليه بهذه الحالة، لأنه هذه الحالة من تكون أنت يعني ما عندك أي شيء، يعني حقيقة لا تملك أي شيء من تروح تراجع، بينما إذا أي واحد شخص هنا يروح يراجع بالسفارة أو القنصلية يفتحوا له الباب على مصرعيها، فهم كيف؟ لأنه ينتمي إلى حزب أو من مجموعة إلى حزب أو لابس كذا، يعني هذه الأمور حقيقة، هاي الأمور حقيقة. نعم. يعني هنا في النمسا موجودة هذه الأمور وموجودة. نعم. بالتأكيد في بلدان أخرى أيضا على هذه. فكيف بالداخل العراقي إذا كان هذا تصرفات أو هذه التصرفات بالسلك الدبلوماسي، فكيف إذا بالدوائر المباشرة على تماس مباشر مع المواطن في الداخل؟ هاي طيب حقيقة. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من النمسا، وأشكر جميع من شاركنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، وبالطبع حضراتكم لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.